انا شفت ناموسه شايله جاموسه، انا كذاب لا الا انا فشار لا الا انا شفت نمله شايله فيل، طب انا كذاب لا الا طب انا فشار لا الا هو ده حال المستشار مرتضى منصور. معانا احنا جمهور نادي الزمالك اللي باع لنا الوهم وفهمنا انه حامل حمى واللي بيجيب حقوقنا، اللي قال لنا هوقف لكم كهربا ومش هخليه يلعب كوره تاني، واللي قال لنا امام عاشور رايح الدنمارك وراجع الزمالك عن تاني، اللي قال لنا صفقات واحلموا يا جمهور الزمالك، انت تحلم وانا عليا نفس، اللي وعدنا بالبطولات وبالاستقرار وما لقيناش غير وهم بيتباع لنا، هو ده حال مرتضى منصور اللي كشفه امام عاشور وهقول لك ازاي. اما بقى بالنسبه للنادي الاهلي، الكابتن محمود الخطيب رمز الاخلاق والاحترام، مبادئ النادي الاهلي اولا، مفيش فوق صوت جمهور نادي الاهلي، جمهور الاهلي بيحكم واحنا بنحترمه، جمهور الاهلي عظيم ومبادئ النادي الاهلي اللي اسسها صالح سليم احنا ماشيين عليها، لحد ما جه برضك امام عاشور ودمر الموضوع، بهدل المبادئ وخلى مفيش لا قيم ولا اخلاق، صالح سليم نفسه اتشتم وهقول لك ازاي، امام عاشور دمر الاتنين، دمر الزمالك بهيبته ودمر مبادئ الاهلي وخلاه بلا مبادئ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وإخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام، رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا يا أبو الصحاب عشان الحلقة دي نارية، حلقة هنزعل فيها الأهلاوية وهنزعل الزملكاوية، وطبعا عشان هنقول فيها الحقيقة. ادعم أخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس امرا، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرة ملعب افندين. تابعوني وابعثوا ناس تبحث عنه على الطلاق بالثلاثة. انا رائد على سكرتين مليانين غلف وراغب عشق. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، كان في لعيب مغمور اسمه امام عاشور كان بيلعب في نادي غزل المحله، الزمالك شافه واعجب باللاعب، بعد كده الزمالك اشتراه وجابه على اساس انه جناح، جه الزمالك ما لعبش، ما كان في عتاوله موجودين في نادي الزمالك، كان هيلعب على حساب مين؟ امام عاشور يلعب على حساب بن شرقي، ففضل قاعد على الدكه ومركون، لحد ما ساسي ما مشي من الزمالك وسافر وغادر وخد قلوبنا معاه، فقلنا يلا بقى جه الدور عليك يا امام، بدل ما انت جاي جناح، العب يا ابني رقم 8 والدنيا تمشي معاه، فلعب امام واجاد وتالق، وبقى افضل لاعب في مركز 8، الدنيا حلوت في عين جمهور الزمالك، ده احنا خدنا 2 دوري وامام رقم 8، يعني الدنيا ماشيه معانا زي الفل، وامام بياخد واحد من افضل لاعبين مصر. جمهور الزمالك مبسوط بامام، وامام عاشور بيحاول كل يوم انه يثبت انه زملكاوي وعاشق للكيان وكاره للنادي الاهلي. كاره للنادي الاهلي او ربنا، امام عاشور عمل كل شيء عشان يقول لجمهور الزمالك انا الحراق الجديد، انا اللي بغمي نفسي الاهلاويه، انا اللي حاطط عليهم وبزياده، انا اللي ضربت الكابتن وليد سليمان. ايوه، ضرب وليد سليمان كابتن النادي الاهلي في الامارات وهبد وشلود يا اخويا، لحد دلوقتي الكابتن وليد المقعده بتوجعه، وجمهور الاهلي صار على امام، امام ما اسموش امام ده اسمه امام، ازاي يضرب الكابتن وليد سليمان؟ ما علينا، عادي خناقه يعني وبتحصل، ماشي، عشان يجي امام عاشور ويلعب ماتش مع شباب الزمالك جوه النادي الاهلي، جوه النادي الاهلي، وايه اللي حصل يعني؟ عادي؟ لا ما هو مش عادي، ما اصل الزمالك كسب الاهلي في الماتش ده ودخل امام عاشور في اوضه اللبس يحتفل، بس المره دي كان بيحتفل ويقول عيلة صالح عيلة تيت والاهلاويه ولاد تيت، ده امام وحلقاته برجلاته، شوف الاهلي لابس ايه، لابس احمر احمر فاحمر،
هو تيت ولا ايه؟ وجينا عشان نضحك عليكم وبهدل النادي الاهلي. وساعتها امام عاشور خد وقف مش عارف 12 مباراه. انت عايز تسوق العلاقه ما بين امام عاشور وما بين وما بين الاهلي؟ يا ده ايه؟ ما انت زملكاوي يا لا، احنا عارفينك يا لا. شغل الحركات ده لا ما تعملوش علينا يا لا افندينا. ايوه يا اخوي، طلع دلوقتي تقول الكلمتين دول عشان خاطر تباص الصفقة؟ لا، إمام موجود عندنا وإمام زينا أهلاوي مننا. طب أقول لك على حاجة، ما تسمع معايا الفيديو ونرجع لبعض. الفيديو يا حبيبي، شفت؟ ايه رايك؟ ايه رايك انت كجمهور النادي الاهلي باللي بيقوله امام؟ صالح سليم رمز رموز النادي الاهلي بيتهان. طيب يا سيدي بلاش، فين المبادئ بقى؟ ايه؟ فين يا ولد؟ فين يا ولد المبادئ يا ولد؟ ما تقول لي يا ولد انت فين يا ولد المبادئ يا ولد؟ ما علينا، ده كابتن محمود الخطيب نفسه طلع قال اللي يهين الاهلي ملوش مكان عندنا. انا ممكن اسامح في حق نفسي انما ما اسامحش في حق الاهلي. امال اللي امام كان بيقوله ده يا كابتن بيبو كان بيتغنى في النادي الاهلي مثلا؟ يا ترى الكابتن امام كان بيقول اهلاوي انا من صغري ولا حاجة؟ الله العظيم يا بيبو عليك حاجات، الله العظيم. ماشي ماشي يا بيبو، ما علينا. الكابتن سيد عبد الحفيظ يحرق الاهلاوية وقول يا سيد وسمعنا كلامك حلو وبيمتعنا، قول يا سيد. طلع مع الكابتن احمد موسى، ما هو بقى كابتن دلوقتي وبيتكلم في الكورة بس، وقال لك ايه؟ قال لك اللاعب اللي يتف على جماهيره واللاعب اللي يتنك ويتفني ويتفرد علينا ملوش مكان في النادي الاهلي. احنا الاهلي ما ناخدش لعيب شتمنا مش زي الفريق المنافس. الله حرق الواد سيد ده. بس دلوقتي سيد ضرب الطلقه بس ردت في صدره. ليه؟ لان يا كابتن سيد امام اهلاوي 4 سنين، امام اهلاوي 4 سنين. فين مبادئكم يا كابتن سيد؟ يا كابتن سيد فين النادي الاهلي المبادئ والقيم؟ والمبادئ لازم تنتصر. ده حتى يا اخي جمهور النادي الاهلي اللي قالها واعلنها صريحه، صالح سليم مش ناسيينه وامام عاشور مش عايزينه. ايوه كده يا اهلاويه، انتصروا المبادئ النادي الاهلي. ايوه كده، خدوا موقف مع اللي عمل فيكم كتير وحط عليكم اكتر. ده الواد امام ده كان مبهدلكم، ده كان حال الاهلاويه في بدايه المفاوضات لسه ما كانش امام مضى. طب ايه حال الاهلاويه بقى لما امام مضى؟ اقول لك على حاجه، اسمع الفيديو ده. ايوه هو كده بالظبط، عاشور 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 عاشور. يا ابن عاشور ايه؟ ما انت كنت مش عايزه. عاشور 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 يا ابني، مش ده اللي صالح سليم مش ناسيينه وامام عاشور مش عايزينه؟ لا هو عاشور 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 عاشور. ماشي طيب يا سيدي، هو مش امام عاشور ده كان اسمه ايمان؟ ايمان؟ ايوه ربنا كنت مسمينه ايمان عاشور، وكنتوا بتعملوا له يعني صور كده يعني على صوره ممثله كده وايمان الواد ايمان. لا انت اللي فهمت غلط يا حبيبي. انا اللي فهمت غلط؟ ليه؟ انتوا كنتوا مسمينه ايه؟ امام البحر درويش؟ ما انتوا كنتوا مسمينه امام يا حبيبي. ده عشان احنا مؤمنين بموهبة امام، فبنقول له ان هو ايمان جاية من الايمان والطاقة، انما انتوا يا زملكاوية بتفهمونا كتير غلط. وبعدين انت عايز تقول لي ان امام زملكاوي؟ ده امام ضرب جمهور الزمالك يوم ماتش الزمالك والجون. هو انت ما شفتوش ولا هو بيهد السور على جمهور الزمالك؟ كان عايز يموتكوا يا اخوي. ايوه الواد ده دخل قلوبنا احنا الاهلاويه من ساعه ما عمل فيكوا كده. امام لما جاب جون مع الزمالك في ماتش الجون اللي كان بيحسم بيه الدوري، اللي راح مسك السور ويحتفل مع الجمهور لما السور وقع، كان قصده ان هو جمهور الزمالك؟ ما انتوا مفكرين ايه؟ امام ده بص، امام عندنا ومفيش حد زينا.
يلا يا سيدي، ادي مبادئ النادي الاهلي. انت بقى كاهلاوي رايك ايه؟ اصل انا رايي ان مفيش حاجه اسمها مبادئ مطلقه في الكوره. يعني ايه؟ يعني الكوره فيها متغيرات كتير، ما ينفعش تطلع تقول انا نادي المبادئ وانا النادي الوحيد اللي عندي مبادئ، وتعالى لو على الموضوع بموضوع المبادئ، وان انت هتقول لي ما هو من ضمن المبادئ ان احنا نسامح، ما الراجل اعتذر واحنا سامحناه. انا همشي معاك واحده واحده، بس اسمع واستحمل الكلام وما تتنرفزش وما تتعصبش، واشرب الليمون بتاعك يهديك عشان اللي جاي هيقومه عليك. اللي هو ايه؟ اسمع يا سيدي، ما الكابتن عصام الحضري اعتذر للاهلي بدل المره مليون مره، وغلط غلطه وما بعكوش وهرب، هرب وراح سيون فاكرينه، وبعد كده جه على الزمالك، وبعد كده يعني اعتذر. ما تصلحوه، ما تصلحوا الكابتن عصام وترجعوا. بلاش عصام، الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن ولاد النادي الاهلي اللي اتربوا ونشأوا في النادي الاهلي، ما اعتذروا بدل المره مليون مره. ليه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ليه مش عايزين تدخلوهم النادي؟ ليه قلتوا علاقتنا بيهم انتهت؟ ما تصلحوهم، ما تسامحوهم، ده حتى دول ولادكم، بلاش دول. الكابتن مصطفى يونس اللي طلع وقال ان الاهلي اكبر مفسده في مصر وشتم الكابتن محمود الخطيب، وبعد كده رجع اعتذر واتاسف، وكان يعني اجهش بالبكاء، اجهش بالبكاء. الولد يعني مصطفى يونس اجهش بالبكاء. طب ليه ما صلحتهوش وليه ما سامحتهوش؟ ما تصلحوه، ما تسامحوه، لا ما نصلحوش، ده غلط في الخطيب. يعني مش عايزين تصالحوا ده عشان غلط في الخطيب، انما بتصالحوا ده عشان غلط في صلاح سليم. يا اهلاوي على كل شكل وكل لون، ما علينا. دول يا عم كان ايام زمان، احنا كره احتراف دلوقتي، انما ده كان من زمان. ماشي، رمضان صبح اللي قال لكم هفكر، هفكر، قلتوا الاهلي ما حدش يقول له احنا هنفكر، ده رمضان في يا رمضان، تنسيت نفسك ولا ايه يا علي؟ وبالنهارده وانتوا ماسكين رمضان صبحي غسل ومكوي، مع انه ما غلطش في النادي الاهلي، وعلى نفس مبدأكم دلوقتي ان ده احتراف، وان في عهد الاحتراف الانتماء للتيشيرت اللي بلبسه عادي، ممكن اكون اهلاوي والعب في الزمالك او زملكاوي والعب في الاهلي عادي، ليه ما بتصالحوش رمضان؟ طب ما تسامحوه، سامحوا رمضان، رمضان يا علي، يا واد رمضان يا سيدي. لا رمضان كان صغير وقرعن وولد طائش وبيعمل حركات بتضايقنا. مش عبد الله السعيد، الولد عبد الله السعيد اللي غلط غلطه وراح يا سيدي نادي الزمالك ومضى فيه، اهو غلط وجه لك وقال لك انا اسف، حتى عدل القيعة قال لك ادي عشب البكاء، كان بيعيط كده قدام مني، وقام واخد الخطيب في حضنه وقال له انت ابويا وانت اخويا وانت كل الناس. ما تسامحوه، ما تصالحوه، الله ليه قلبين على عبد الله؟ انتم بنفسر المبادئ حسب اهوائنا، حسب مصالحنا، حسب اللي احنا عايزينه. لو المبدا ده هيتماشى ان هيكون في مصلحه مع النادي الاهلي، اوكي احنا مع المبدا ده. لو المبدا ده يعني بعيد عننا، لا يا باشا، المبادئ، المبادئ لازم، المبادئ يا اخوانا، المبادئ يا علي، المبادئ يا علي، النادي الاهلي نادي المبادئ. عرفت ان الموضوع لا له علاقة لا بالمبادئ ولا له علاقة بالقيم ولا له علاقة بالاخلاق، الموضوع المصالح بتتصالح. النهاردة امام عاشور بيشتمني فهو عدوي، امام عاشور جه وترمى في حضني ده ابني يا ابني، والدنيا بتمشي. طب ده كان موقف الاهلي من امام عاشور، وان امام عاشور دمر مبادئ النادي الاهلي. تم اتكلمنا بقى على الزمالك، ولا انت مش عايز تجيب سيره ناديكم؟ ها الزمالك بقى يا اخويا امام عاشور عمل فيه، هقول لك انا، امام عاشور غفلنا تغفيله العمر، او بمعنى اصح غفل مرتضى منصور تغفيله العمر، تغفيله القرن. الراجل عمل في مرتضى منصور اللي ما حدش قدر يعمل، او ربنا، امام عاشور بهدل مرتضى منصور، امام عاشور مرمط مرتضى منصور، امام عاشور عيط مرتضى منصور، امام عاشور شرد مرتضى منصور، امام عاشور فضح مرتضى منصور. اقول لك على حاجه، اسمع الفيديو ده ونرجع تاني.
هاتوا لي الكلب ده. انت قلت لي من شويه انك زملكاوي جاي. طبعا زملكاوي طبعا، العيله كلها راجل. هما خايفين ترجع من المكان ده على النادي المنافس. لا يا عم، يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. لو فكرت ان انا ارجع مصر تاني باذن الله، طبعا مش هرجع للبيت تاني اللي انا شفت فيه كل حاجه حلوه. عليا الطلاق كده. نادي الزمالك بيتي، وانا مش هلعب في مصر ان شاء الله غير في نادي الزمالك. طب ثانيه واحده، يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود، يخرب بيته. دموعك غاليه على كل جماهير نادي الزمالك وعلينا طبعا كشخصيات نادي الزمالك وعلى المستشار مرتضى منصور. دي قلة ادب. سمع، ادي التخفيله، احنا مش طالعين عشان خاطر نحط على جمهور الاهلي او نحط على جمهور الزمالك، اصل انا زملكاوي بس راجل محايد. هقول لك الحقيقه كلها، الموضوع كله بيرجع برضو لخطا مرتضى منصور وامير مرتضى منصور. ليه يا سيدي؟ هقول لك انا، اسمع عزيز الزملكاوي وافهم الكلمتين دول. انا عارف ان الفيديو طويل بس لازم تفهمه ولازم تسمعه. امام عاشور مضى مع الاستاذ حسين لبيب 4 سنين ب8 مليون في الموسم. يجي الاستاذ مرتضى منصور وابنه، طبعا مفيش سبوبه ومفيش سمسره ومفيش عمولات، فنعمل ايه؟ ما نوثقش العقد. ويطلع الاستاذ امير مع يعني احد الاعلاميين ابراهيم فايق ويقول انا لحقت عقد امام، حسين لبيب كان هيدمر النادي ولحقت عقده هو والواد عبد الله جمعه. قلت والله ما نوثقه، لازم كده نظبط عقد كده يكون في مصلحه نادي الزمالك. الله عليك يا ميرو، قلب البابا يا ولا، انت قلب البابا بجد. لا فعلا لحقتهم. اه طب عملت ايه يا استاذ امير؟ لا ما احنا الواد بيلعب في النادي اهو. طب يعني مضيتوه على العقد الجديد؟ جددتوا له؟ الراجل ماضي 4 سنين و8 مليون، ممكن تخليهم 8 مليون ونص ويعني تظبط في العقد اللي انت عايزه، وامام هيمضي ما هو زملكاوي. اه هنشوف الموضوع. ولحد ما بكلمك دلوقتي كان الاستاذ امير بيشوف الموضوع، ما مضاهوش على العقد. امام بدا يروح لمجلس اداره نادي الزمالك، عقد هنعمل فيه ايه؟ يا امام ما انت قاعد معانا يا ابني. قال لا احنا هنطير. هي الدنيا هتطير يا امام ولا ايه؟ في ايه يا امام؟ الدنيا مش هتطير يا ابني، اقعد العب يا امام بس وما تقلقش. يا اخوانا انا فاضل يعني عايز اعرف انا رايح ولا جاي ولا قاعد ولا ماشي. بس استنى استنى يا امام، لحد ما جت امام الفرصه، الفرصه الذهبية. جاله عرض فيرجع مرتضى منصور يجري على امام فيقول له يا باشا انا عايز 15 مليون 25 30. بدا الولد يزود على مرتضى اللي قعد وقال له خلاص يا امام هنشوف الموضوع ونبقى نحله، بس انت مش هتمضي البيراميدز. قال له لا انا زملكاوي، بس تقدرني هتلاقيني موجود، ابكني تجدني على طول. انا كنت يا ابني، ما انت كنت ماضي ب8 الكلام ده يا باشا، كنت انا اللي بتحايل عليكم، دلوقتي انتوا اللي بتتحايلوا عليا. والموضوع باظ لحد ما جه عقد الدنمارك، وطلع امام عاشور مع مرتضى منصور ولبسوا العمه والسلطانيه وقعد يحل. قول والله يا امام ما انت رايح الاهلي. والله ما انا رايح الاهلي يا سياده المستشار. قول يا امام انت زملكاوي. انا زملكاوي يا معلم المستشار، اصل جمهور الزمالك خايف ان انت تروح الاهلي يا امام. عمري يا معلم المستشار اروح الاهلي؟ اني يا راجل عيب، يا راجل ما تقولش الكلام ده. ازاي اللي انت بتقوله ده يا معلم مستشار؟ ما ينفعش خالص اللي انت بتقوله ده. انا زملكاوي. الله يعزك يا عزيزي، اروح يا طالع زملكاوي مستشار. امسح دموعك يا امام، دموعك غاليه علينا. يلا يا امام روح الدنمارك عشان ما يبقاش فيه نسبه اعاده بيع، ولا حتى انه لما يرجع على الزمالك فبعد كده يروح النادي الاهلي عشان يطلع مرتضى منصور اللي بيجيب لنا الحقوق. الراجل اللي ما جابش حق خالص لنادي الزمالك، الراجل اللي ما عملش اي حاجه تفيد الزمالك، بل كل اللي عمله انه بيضر في الزمالك. ايه يا عم مرتضى هتعمل ايه؟ زي ما عملت مع الواد كهربا، لو رحت الاهلي امام مش هلعبك كره تاني. امام عاشور طلق مراته، امام عاشور بهدل مراته، امام عاشور ودى مراته عند ابوها وقال له ما تتكلمش باسم تاني. امام عاشور مرمطنا يا معلم المستشار. امام عاشور النهارده كان جاي حافي وشحات وبشبشب زنوبه. امام عاشور مع منى فاروق. منى فاروق يا معلم المستشار، ده شرف وعرض اللي انت بتتكلم فيه يا معلم مستشار، ما ينفعش. لا مين اللي حرق عربيتك؟ وعقول جمهور الاهلي زي ما قلت اللي حرق عربيتك، الله يرحمها بقى منى فاروق اللي كانت مع خالد يوسف. ايوه اخويا منى فاروق. طب ده كلام بالله عليك،
يا معلم مستشار، ومفيش لعيب تختلف معاه الا لما يكون سكري وبتاع نسوان وبتاع نسوان وبتاع نسوان وجاي بشبشب زنوبة وحافي. ما الناس بتهرب منك عشان كده، بسبب اللي انت بتعمله ده، بسبب الفاظك الخارجة وبسبب اتهاماتك بالباطل. مرمطت الولا وشردته، وانت في الاخر ما معناش حتى نتفعله عشان نجاص الفلوس اللي جات منه صرفناها. صرفناها ايه الله ما علينا. ايه رأيكم في اللي بيحصل ما بين الاهلي والزمالك عشان خاطر امام؟ ايه اللي بيحصل؟ هل امام يستحق فعلا ان الاهلي يضحي بكل مبادئه عشان ياخده؟ وهل الزمالك كان محق لما نطلع نتهم لاعب عشان راح الاهلي انه على علاقة بمنى فاروق؟ اللي بيحصل مسخرة وقلة ادب. اللي بيحصل لا يمت للرياضة بصلة. اللي بيحصل شغل كيد نسا ما بين الاهلي وما بين الزمالك. ده بيرزع ده قلم على قفاه، فالتاني بيرد القلم على القفاه التاني، وكله باتهامات بطلة. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقة نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما عملش اللايك ادعم اخوك باللايك فضلا منك وليس امرك، واللي لسه ما اشتركش في القناة برضو فضلا منك وليس امرك، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وتكون واحد من افراد اسرة ملعب افندينا.